تم أمس توقيع محضر اللي سمي بمحضر 26 دجنبير 2023. هذا المحضر الذي يعني جاء بمكتسبات جديدة إضافة إلى محضر 10 دجنبير 2023. هذه المكتسبات يعني نبدأها أولا بأنه سيتم نسخ المرسوم، يعني نسخ النظام الأساسي اللي صدر في 5 أكتوبر بنظام أساسي جديد وبرقم جديد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بملف التعاقد، كان فيه تقدم شوية، احنا ما كنقولوش أنه راه تحل بشكل نهائي، ولكن كاين هناك تقدم. أولا تم إضفاء الصبغة ديال الموظف العمومي على هاد الموظفين وخضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. جوج، كاين أنه هادوك الرتاب كاملة يعني سيتم تسوية الرتاب ديالهم من 2016، منذ يعني 2016-2017 من البداية. كذلك تم تحويل يعني لأنه هما كانوا كيجيو الأجور ديالهم في واحد الباب فصل ديال المعدات، الآن تحول إلى فصل ديال نفقات الموظفين. كذلك جميع دوك يعني العقوبات سترفع على هؤلاء. مسألة أخرى هي أنه يعني حل واحد العدد ديال الملفات الفئوية الأخرى. كاين كذلك مسألة ديال الاقتطاعات، واللي هذه كانت هي من بين النقاط أنه سيتم اقتطاع يعني إعادة الأموال المقتطعة للمضربين والمضربات منذ 5 أكتوبر، ويمكن يعني كذلك الرجوع إلى ما قبل 5 أكتوبر 2023. هذا مفتوح عليه الحكومة. كذلك هناك منحة للتعويض على المناطق الصعبة والنائية التي قدرت في 5000 درهم سنويا. وكذلك هناك مشروع مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بإحداث سكنيات لهؤلاء في المناطق الصعبة والنائية. هادو أهم يعني، ولكن كاين هناك ملفات أخرى. كذلك بالنسبة كاين الحديث على ديك 500 درهم اللي عطاو غير الثانوي التالي بوحدو، فكاين الحديث في هذا الاتفاق على انه سيتم تحسين دخل اساتذه التعليم الابتدائي والاعدادي لاحقا، وكان اتفاق على انه بدايه من مارس المقبل. انا طبعا احنا علقنا الاضراب ويعني لا زالت طبعا ما نقولوش احنا دابا تفاوضنا المرة الأولى وهذه المرة الثانية، وما كنقولوش راه حققنا كل شيء، راه لا زالت هناك ملفات أخرى، يعني والنضال مستمر. هذه وقفة مع هذه المكتسبات، ولنا مواعيد طبعا أخرى. كاين مسألة أخرى نسيتها، هي ديال الساعات. كاين المطالبة بتخفيض الساعات. الان الفريق الحكومي اللي تفاوضنا كيقول لك سيدي حنا بالنسبه للابتدائي سنرى، يعني كاينه امكانيه بعد مراجعه ديك اللجنه الدائمه ديال المناهج، لانه باش تنقص خصك تشوف المقررات. اذا هذه اللجنه الدائمه تخصص هي هذا، اما بالنسبه للثانوي التاهيلي والثانوي الاعدادي كذلك مستقبلا. إذن لهذا قلت هناك لازالت عدة ملفات عالقة، ويعني سنتابع الحوار، والحكومة تلتزم باستمرار الحوار والمفاوضات على باقي الملفات.